موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، حياكم الله. قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص إن قوات من مناطق الجنوب والغرب الليبي التحقت بعملية البنيان المرصوص لقتال منتسب تنظيم الدولة. المركز الإعلامي قال إن هدوءا حذرا يسود محاور القتال، ومضيفا أن قوات العملية قامت بتحصين المواقع التي سيطرت عليها، في حين تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات الطوارئ للقوات الجوية استهدفت تمركزات لمنتسب التنظيم في منطقة البغلة. هذا ونشرت القوات الجوية التابعة لعملية البنيان المرصوص مشاهد توضح القصف الذي قامت به طائرات سلاح الجو ضد معاقل منتسبي تنظيم الدولة. هذا وأكدت مصادر مقربة من ميليشيات حفتر تراجعهم من نقاط بمحور غاريونس منذ يومين نتيجة القصف المدفعي الثقيل لمجلس شورى ثوار بنغازي. المصادر أوضحت أن العناصر من الكتيبة 21 ساعقة تركوا مواقعهم بوسط جامعة بنغازي، ومشيرة إلى أنهم يتمركزون الآن بالقرب من مقر الكتيبة الملاصق للجامعة. يشار إلى أن محور الجامعة شهد الأيام القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية. شدد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج في لقائه بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، شدد على أولوية محاربة ما وصفه بالإرهاب في ليبيا. وجاء ذلك بعد زيارة قام بها السراج إلى الإمارات لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث أكد بن زايد وقوف الإمارات مع الشعب الليبي وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار أرجاء ليبيا ومؤسساتها حسب وصفه، ومضيفا أن على الليبيين ضرورة التمسك بالأطر الدستورية للخروج بحلول مستدامة تضمن توافق الليبيين ووحدتهم. غادر مشغلو غرفة التحكم الرئيسية بموقع النهر الصناعي وأفراد السلامة والأمن الصناعي موقع الجهاز بمنظومة الحساونة بسبب وقوع اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل الموقع. مسؤول بالمنظومة قال للنبأ إن العاملين لم يعودوا للعمل بالمنظومة، وذلك تحسبا لتجدد الاشتباكات التي استمرت ساعات داخل موقع النهر وحوله، ومشيرا إلى أنه إذا ما استمرت الاشتباكات فستتسبب في مشاكل تشغيلية ستؤثر على عمليات ضخ المياه للمناطق الغربية والتي تتغذى من مياه النهر الصناعي. ختام الموجز، إلى اللقاء.